مشعل أندريه هاشم هاشم إنا بدأنا تصوير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟ كلنا نعيش شخبطة النوم نهاية رمضان مع دخلة العيد، لا تسوي إن نومك صح يرحم أمك، يعني لا تسوي إنك طالع منها نومك شخبيط، كلنا نومنا شخبيط، ولكن بترجع زي الألف الدوام بيرجعك يا شيخ، لا تسوي إنك طالع منها بيرجعك الدوام، نومك صح غصب عليك علشان راتبك اللي ينزل ناقص. النوم ملخبط وكثير مننا ضيعوا مسلسلات في رمضان، الحين بما أن شوال دخل بيبدون يتابعونها. نصيحة لا تقول أنك بتتابع مسلسل لأنه بينحرق عليك من ناس كثير كريهة بيحرقون أمه، فنصيحة لا تقول شيء. كنه برد كنه حر يا شيخ، شغل أغنية غزال ما ينصادي. على طاري غزال ما ينصادي، في شيء أبي ولا أقول لكم؟ خلاص ماني بقايل، أنا ماني بمشاكل لأن كثير يحطون محامين ولا يفوزون بقضايا، فعشان كذا ماني بقايل شيء. نجي الموضوع، العيد، العيد 4 أيام، يرحم أمك العيد 4 أيام، ما تجيني في 29 شوال تقول لي كل عام وأنتم بخير خلاص يا أخوي، خلاص يعني لا تفلها بزيادة، سمشعل كل عام وأنتم بألف خير. شكرا على اللايك والسبسكرايب، دعمكم لي الكبير مرة والمتابعة هذا اللي مخليني أستمر. يا شيخ الله يسعدكم وطول بعماركم، وأنا متشرف أني أتكلم قدامكم. الله يجعل ابتسامة دائمة، الله يسعدكم وأنا مرة أحبكم، استودعتكم الله ومع السلامة. ما يا شيخ.